أقامت سفارة دولة الإمارات العربية في 4 ديسمبر احتفالا خاصا في جمهورية التشيك باليوم الوطني 47 والذي حمل شعار عام زايد، ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفال بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، وبدعوة منهم إلى ممثلي جمهورية التشيك وبحضور الهيئات السياسية والدبلوماسية ورؤساء المنظمات الدولية مشاركين دولة الإمارات بيومهم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحتفل في جمهورية التشيك في العاصمة براغ باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة. احتفالنا هو امتداد لاحتفال شعبنا في دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة حفظها الله. يتذكر جيل من أبناء الإمارات قبل 47 عام مع إشراقة يوم 2 ديسمبر عندما رفع المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه علم الاتحاد لأول مرة، معلنا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ عجلة التنمية تدور ولم تتوقف، بل تسارعت في الدوران في عهد قيادتنا الرشيدة حفظها الله التي سابقت الزمن لتحقيق حلم زايد وتكملة ما بدأ به زايد. واليوم نحمد الله تعالى على فضله بأن جعل الإمارات من الدول المتقدمة بل في الصفوف الأولى. بهذه المناسبة المجيدة أتشرف بأن أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى قيادتنا الرشيدة حفظها الله وإلى شعبنا العزيز وإلى كل مقيم على أرض دولة الإمارات. أتمنى للوطن دوام العز والمجد وللشعب دوام الازدهار والأمن والسلام. وألقى سعادة السفير عبد الله المعينة كلمة في مستهل الحفل أكد فيها على أهمية هذا اليوم في التاريخ عندما تم توحيد الدولة الذي تأسست عام 1971. وأضاف سعادته في كلمته على عمق العلاقات التي تربط بين الإمارات بدولة التشيك بشكل خاص وأوروبا بشكل عام، مشيرا إلى قيم واهتمامات مشتركة وعلى رأسها محاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلام وتعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش والعيش المشترك. هذا وألقى عدد من المسؤولين الذين حضروا الاحتفالية كلمات أثنوا فيها على مسيرة دولة الإمارات وتاريخها العريق وعلى عمق العلاقات المشتركة. أتمنى لشعب ودولة الإمارات العربية المتحدة مستقبل سعيد. دولة الإمارات تستحق ذلك، فهي على مدى سنوات من الوقت أصبحت الإمارات العربية المتحدة مستقلة وقامت بأعمال هائلة، فهي قامت بتعميق التحالف بين مختلف الشعوب ومختلف الديانات، وهي بهذا القبيل مثال عن كيفية يمكن للعالم أن يكون في المستقبل. ما في شك أنه هذا الاحتفال هو احتفال للمملكة العربية السعودية، ومثل ما نقول عزكم عزنا، عز الإمارات العربية المتحدة هو عز المملكة العربية السعودية، وكلنا أهل وأخوة، وإحنا نحضر في هذا المكان مثل ما نحضر في احتفال المملكة العربية السعودية. شاكر ومقدر الدعوة وسعيد جدا بهذا الحضور الكبير، وهذه كلها بجهود سعادة السفير عبد الله المعينة اللي لاحظنا رغم قصر المدة اللي هو حضرها في دولة التشيك، إلا أنه عمل جهود كبيرة موفقة في أن شاهدنا هذا الحضور الجميل والكبير من الأطياف السياسية والاجتماعية في دولة التشيك لحضور هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. وفقكم الله جميعا ومبروك لنا جميعا.
وعبر الحضور أيضا عن اهتمامهم وتقديرهم وإجلالهم للقيادة الرشيدة وللدور الإماراتي الذي تؤديه في إدارة الأمن والسلام في المنطقة والعالم، كما عبروا عن شديد فرحتهم لحضور هذا الاحتفال متمنين لدولة الإمارات قيادة وشعبا المزيد من البركة والتقدم والازدهار. مبروك لدولة الإمارات بهذا اليوم، دولة عرفت بدستورها ونموها السريع بشتى مجالات الحياة وعلى كافة الأصعدة، ونتمنى لها مزيدا من التطور والتقدم والنجاح. باسمي وباسم أعضاء سفارة دولة الكويت في براغ، ونرفع أسمايات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وأخوانا حكام الإمارات، ولسمو ولي العهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وإلى شقيقنا سعادة السفير الإمارات في براغ. حقيقة تشرفنا في هذا الحفل المبهر حقيقة على مستوى الحضور، وحقيقة الفقرات التي تخللها هذا الحفل بما يليق بسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أخذت انتشارا واسعا في العالم. هذا ورافق الاحتفال معرضا فنيا للصور القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، عرفانا وتقديرا لسيرة المؤسس وبني نهضة الإمارات. تزداد أهمية الاحتفال باليوم الوطني مع ضخامة الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة الإماراتية للنهوض بالبلاد وجعلها منارا تستدل به المنطقة وإشعاء نحو غد أجمل وأفضل. فارس شوقي من العاصمة براغ، التشيك.